لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. ايها الجمع الطيب المبارك، نعود مرة اخرى بهذه التلاوة القرآنية المباركة لذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ السيد رضا طنطاوي لقرية بنت. اسأل المولى العلي القدير ان يفيض عليه ربي بالقبول ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لكم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وله وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله
من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق
فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك بحق هذا القرآن العظيم أن تتغمد الأمة الراحلة في واسع رحماتك، وأن تبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها. اللهم شفع فيها القرآن، وشفع فيها النبي العدنان. استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، لذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ السيد رضا طنطاوي من قرية بندفي، في هذه الليلة المباركة والتي نحن فيها في تكريم أم كريمة صعدت روحها إلى رب كريم. أسأل المولى العلي القدير أن يسقيها من يد الحبيب شربة لم تظمأ بعدها أبدا. على لسان العائلة الكريمة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من حضر لواسينا، سائلا ربي تبارك وتعالى ألا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم.